بتبين لك انك انت ما توقفش، ان مهما كان في وقت قليل او وقت كتير هتلحق، هتلحق ان شاء الله. هو بجد لو بدأت من دلوقتي هجيب مجموع عالي؟ سؤال كل الناس بتسأله وكل الطلبة بتسأله، وخصوصا مع بداية شهر 3 اللي هو شهر الثانوية العامة. اقول لك الصراحة، الصراحة انت لو بدأت بجد من دلوقتي تطلع من الاوائل، ومش بكذب اقسم بالله. ده بوست نشره زميلكم وبيتكلم حقيقي عن اللي حصل معاه، واللي اغرب من كده ان ناس كتير في التعليقات قايله له صح، كلامك صح، احنا بدأنا من دلوقتي وطلعنا اوائل ثانوية. تعالوا نشوف بيقول. اول حاجة هقول لك على 7 خطوات حاول تعملهم علشان تعرف تنظم الشهرين اللي قاعدين على الامتحانات. اول حاجة قرب من ربنا، لازم تقرب من ربنا قوي، لان ربنا مش هيسيبك ابدا طالما توكلت عليه واعتمدت عليه. اعرف ان هو هيفضل جنبك على طول على طول طالما انك سلمت امرك ليه. صلي في المسجد مثلا او في البيت، المهم الميعاد بميعاده، يعني الوقت يأذن صلي، كل واحد يستعين بايه بربنا يعني. وتقرا كم ايه من القران كل يوم كده، ايه عشان الروح، اتكلمنا قبل كده عن موضوع الروح والروحانيه اللي بتيجي من القران، تمام. ده كان رقم 1. رقم 2، وقف اي حاجه بتعطلك، شوف ايه بالظبط اللي بيعطلك، وقفه واركنه على جنب، سواء كان موبايل، كان لاب، كان صحاب معينين بيجوا معاك يروحوا معاك الدرس، مش عارف ايه، يجي ياخدوك من البيت يخرجوك، بلاي ستيشن، مش عارف ايه، حتى لو اخوك في البيت، حتى لو اهلك بيبعتوك مشاوير، مش وقته، ده مش وقته، تمام. او انك تروح كل يوم في مكان معين بتعمل فيه حاجة، وقف الكلام ده كله. انسى اللي فات خالص، اللي فات عمره ما هيغير اللي جاي. يعني ما عادش اقول انا جاي اذاكر دلوقتي، ما انا الترم الاول مش عارف عملت ايه، والترم التاني مش عارف بقى اول شهر راح مني. انسى اللي فات تماما، ما تفكرش في حاجة عدت. افتكر الجملة بتاعت شيف جوستو لما قال لو ركزت على اللي ضاع منك عمرك ما هتشوف اللي جاي. فعلا انت لو قعدت تبص على الماضي يبقى عمرك ما هتلحق المستقبل. عشان كده سيبك من اللي فات وبص للي جاي وركز ونشن وشوف هدفك هيروح فين وانت هتعمل ايه عشان توصل له. قسم يومك صح ما بين دروسك ومذاكرتك، يعني ممكن تخلي درس واحد في اليوم، مهما كان لازم يبقى درس واحد عشان تلحق تذاكر في اليوم، ما ينفعش يبقى اكتر من درس علشان تبقى مظبط باقي اليوم مذاكرة وشغل. تنظيم نومك، بس الافضل انك تنام من الساعة 8 او 9 وبعدين تصحى الساعة 1 بالليل او 2 بالليل، عشان في الفترة دي كله نايم، ولا جيران صحيين ولا اهل بيتك صحيين، وانت قاعد انت وكتابك بس، وتتوضى كده وتبدأ مثلا بركعتين قبل المذاكرة عشان المعلومات تفضل في دماغك وما تهربش منك، ولحد الصبح، وبعدين تنام ساعتين مثلا وتروح وتيجي من درسك عادي وتكمل مذاكرة، وهكذا وهكذا، تنظم كل ده في الأيام الايه اللي جاية. لازم تذاكر غصب عنك لحد ما تتعود. مفيش حاجة اسمها ماليش نفس، ماليش نفس النهاردة، اصل هذاكر بكرة، اصل مش عارف هعمل ايه. مفيش حاجة اسمها ماليش مزاج، مفيش حاجة اسمها انا متضايق، مفيش حاجة اسمها انا مخنوق. الغي الكلام ده كله، الغيه، ده مستقبل انت بتحدده في اليومين اللي قاعدين دول. لازم تتعب علشان تلاقي، واللي هيتعب اكتر منك هياخد اكتر منك، على قد تعبك ربنا هيرزقك، تمام. 5 خطوات هتنفذوهم وان شاء الله ربنا هيكرمكم، وبالتوفيق للجميع. وما تنسوش ان ده بوست كان نشره زميلكم، وبقول لكم ان الناس تعليقات كتيره بتقول فعلا كلام صح، ويعني ناس كتير بتقول انا عملت كده وجبت 99 ومش عارف ايه. محدش يضيع من دلوقتي وجاي دقيقه واحده، والتوفيق للجميع، وربنا يحقق لكم احلامكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.